إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. مسؤول سعودي يقدم رواية مقتل خاشقجي بالقنصلية، والجبير يقول ما حصل خطأ جسيم لم يكن ولي العهد على علم به، وتركيا تعلن التفاصيل الثلاثاء. مساع مستمرة لتذليل عقدة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. أضرار كبيرة نتيجة السيول في قرى البقاع وموجة أمطار جديدة الخميس. لبناني غير بيخلق حاضر لكل شيء، حياته ركض بركض، بده غرضه بالديه زيتها وبيركض ليوصله، بيعرف انه الناس لبعضها وبيركض ورا عائلته ومجتمعه. نحنا كمان من هالبلد ومثلك ومثلك حاضرين نساعد مجتمعنا، لهيك رح نركض سوا ببلوم بانك بيروت ماراثون ونكون دايما مصدر لراحة البال. بنك لبنان والمهجر، راحة البال. اهلا بكم. مربع الخلاف الذي يعرقل ولادة الحكومة لا يزال محصورا على توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر من جهة وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى كما بات معروفا، غير أن مصادر مطلعة قالت لتلفزيون المستقبل إن هذه العقبة لا تعني بأي شكل من الأشكال العودة إلى المربع الأول، بل هناك تقدم في الاتصالات والأمور جارية للبحث في معالجة هذا الموضوع. وتوقفت المصادر عند محاولات البعض إضافة أمور للإيحاء بوجود عقد أخرى جازمة بأنها ليست سوى ذر للرماد في العيون وكلام للاستهلاك الإعلامي. إقليميا، وفيما قدم مسؤول سعودي لوكالة رويترز رواية مقتل جمال خاشقجي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن الملك سلمان بن عبد العزيز مصمم على محاسبة القتلة، واصفا مقتل خاشقجي بأنه خطأ جسيم لم يكن ولي العهد على علم به. وفي أنقرة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتحدث بالتفاصيل عن هذه القضية بعد غد الثلاثاء. البداية من هذا الملف المواقف المستجدة بشأنه. تفاصيل جديدة كشفها مصدر سعودي لوكالة رويترز حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. المصدر تحدث عن أن أحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات الذي أقيل من منصبه فجر السبت شكل فريقا من 15 عنصرا للقاء خاشقجي في اسطنبول، مضيفا أنه كان هناك خطط سعودية لإعادة المعارضين إلى داخل السعودية من بينها واحدة تخص خاشقجي. وتبع المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن عسيري طلب من المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن يتضمن فريق اسطنبول شخصا يعرفه خاشقجي، مضيفا أن الرواية السعودية تغيرت بسبب التقارير الداخلية المضللة. وأوضح المصدر أن خاشقجي توفي نتيجة محاولة الفريق إسكاته عندما شرع بالصراخ، ما خلق حالة إرباك لدى الفريق الذي تكتم عن الحادث بعد أن قام طبيب التشريح صلاح الطبيقي بمحاولة إخفاء آثار الحادثة مع إعطاء جثة خاشقجي إلى مقيم في اسطنبول للتخلص منها. وذكر المصدر أن مصطفى مدني ارتدى ثياب خاشقجي وخرج من باب القنصلية الخلفي للتمويه، لافتا إلى أن الفريق أعد تقريرا مضللا للمسؤولين قال فيه أنه سمح لخاشقجي بالخروج، فيما ادعى الفريق أنه اضطر لمغادرة تركيا بسرعة بعد إخلاء سبيل خاشقجي، كاشفا أن 18 شخصا يخضعون حاليا للتحقيق في السعودية. من جهته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن البحث مستمر عن مكان وجود الجثة، وأن المملكة العربية السعودية حريصة على معاقبة من ارتكب الجريمة وعدم تكرار ما حدث. وشدد الجبير على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن يعلم بحادثة خاشقجي. وفي المواقف، رحبت كل من سلطنة عمان والكويت وباكستان وفلسطين بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل محاسبة المرتكبين. وعلى الجانب التركي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيعلن بنفسه يوم الثلاثاء المقبل عن جميع التفاصيل بطريقة مختلفة بشأن قضية خاشقجي، مشيرا إلى أنه سيشرح لماذا جاء 15 شخصا إلى اسطنبول وتم اعتقال 18 في الرياض. في الشأن المحلي، يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري على حلحلة العقبة الطارئة التي عقدت تشكيل الحكومة،
والمتمثلة بشد الحبال حول حقيبة العدل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. مضت عطلة نهاية الأسبوع ولم تبصر الحكومة النور وفق ما عول عليه كثيرون، فالعقدة التي استجدت في اليومين الماضيين المتعلقة بحقيبة العدل أخرت ولادة الحكومة، وهو ما كان محور تشاور بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع يوم السبت. وفق مصادر القوات للمستقبل، فإن الرئيس الحريري أكد لجعجع أن لا حكومة من دون القوات، وأنه سيحاول مجددا عبر اتصالاته حسم الأمر إما عبر ذهاب العدل للقوات أو منحها وزارة وازنة أخرى، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت. ورغم غياب التحركات العلنية، فإن الرئيس الحريري لم يوقف مساعيه لحلحلة العقدة الطارئة مع كل الأفرقاء وفق ما تقول مصادر بيت الوسط للمستقبل. في المقابل، ترى مصادر قصر بعبدة أن عقدة العدل مفتعلة وأن هذه الوزارة من حصة رئيس الجمهورية وليس واردا بالمطلق منحها لأي طرف، لكن المصادر نفسها توضح أن الاتصالات لا تزال جارية لإحداث خرق في جدار التأليف، آملة أن تضغط جميع الأطراف باتجاه التشكيل الأسبوع المقبل مهما كلف الأمر. الحكومة الجاية إن شاء الله بتشوفها قريبا. حزب الله، على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، اعتبر أن الحكومة مطلب وحاجة حقيقية للناس، لكنه لم يبدي تفاؤلا بقرب تشكيلها. لم يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن تفاؤل ولا عن تشاؤم، لأنه بحسب المعطيات المتوفرة ما دام هناك آلية معينة للتشكيل وفيتو يمكن ويراعى خاطرها إلى آخر مجال، هذا يعني أن تشكيل الحكومة في المستقبل، ولا نعلم إذا كان هذا المستقبل قريبا أو بعيدا. ووسط عدم التفاؤل أو التشاؤم هذا، فإن الأمور بحسب مصادر مواكبة لعملية التشكيل لم تعد إلى المربع الأول، مشيرة إلى أن العقدة المستجدة لابد وأن يصار إلى حلها في أقرب وقت، خصوصا وأن تداعيات التعطيل تصيب الجميع. فمؤسساتنا الدستورية تتعطل تحت شعار حقوق الطوائف والمزارع في الشعب اللبناني من كل طوائفه ومزاهره، في ظل هذه المواقف برز قول الوزير يوسف فنيانوس أن المعركة على وزارة الأشغال أيمي وأعدي، فهل نحن أمام عقدتين لا واحدة؟ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: الاستشارات الحكومية مستمرة وسط تحليل ودراسة معمقة للشفرة التي تأتي تباعا إلى مراكز الرصد، لكن من المؤكد أن الدين العام يزداد بدون رصد. هذا الموقف يأتي في ظل تصاعد التحذيرات من تداعيات تأخير التشكيل على الوضع الاقتصادي. التقرير لغدا جبيري. في ظل استمرار المشاورات الحكومية بين الأطراف السياسية على أساس تقاسم الحقائب الوزارية، تظهر مؤشرات عدة تثير الخشية من غرق لبنان أكثر فأكثر في أزمة اقتصادية حادة. فما هي هذه المخاطر؟ ونحن السنة اقتصادنا 0.5% نمو، يعني هيدا لا يذكر، ما في معدل نمو. كل يوم تأخير عم نفوت عليه نحن عم نتحمل كلفة أكبر، وهيدي الكلفة عم تنعكس على الأسواق، على حركة القطاعات، على وضع السياحة، وحتى بكرة في خطر تنعكس على تصنيف لبنان السيادي. يعني هلأ في تململ من ارتفاع معدل الفوائد، فإذا تخفض تصنيف لبنان من بي لسي، يعني أكيد كلفة الاقتراض بالأسواق الدولية رح تكون أعلى من هلأ، ورح ينعكس على كل حجم الأعمال بلبنان. ومن شأن الأزمة الاقتصادية التي حذر منها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مرارا أن يعيق تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة يفترض تنفيذها بعد تعهد المجتمع الدولي في نيسان الماضي بمبلغ يفوق 11 مليار دولار في مؤتمر السدر لدعم الاقتصاد اللبناني. الميزان التجاري لما بيكون عنده عجز 11 وشوي مليار دولار، يعني نحن رايحين بمسار غير صحيح وغير سلمي. الدين العام هلا 84 مليار، أكيد نحن إذا بقينا على حالنا بهالأداء الحكومي وهالأداء الرسمي الدين مرشح للارتفاع بشكل طبيعي. يعني هلأ 153% الدين من الناتج،
لما بيوصل ال 170 180% نحن دقينا بالخطوط الحمر، وهيدي علامة حمراء المجتمع الدولي بيفرض إجراءات تجاهها. يعني في عنده هو التزامات صحيح تجاه لبنان بالقروض، ولكن ما بيقدر يتمادى مع دولة عندها عجز مرتفع ودين عام مرتفع لهالنسبة. فنحن المفروض نباشر بإصلاح البيت الداخلي، والبدء يكون بإصلاح الوضع السياسي وإرساء أسس الاستقرار السياسي من أجل البدء بورشة عملية الاقتصاد. حذار الانهيار الاقتصادي، دافع هذا الكلام ليس التشاؤم بل الدعوة بصوت عال لاتخاذ إجراءات سريعة تحد من خطورة الوضع قبل الوصول إلى المحظور. استغرب الرئيس فؤاد السنيورة رد وزير العدل سليم جريساتي على كلامه على أن رئيس الجمهورية يتجاوز الدستور، واصفا كلامه بأنه ينضح بالصلف والتكبر والغرور. ردا على رد وزير العدل سليم جريساتي على كلام الرئيس فؤاد السنيورة، قال الأخير في بيان إن رد جريساتي كان غريبا ومستهجنا تشوبه نفحة استكبار واستعلاء، فهو لم يتردد بالقول وبعصبية إن الرئيس فؤاد السنيورة غير مؤهل وطنيا ودستوريا لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور. وأضاف البيان: يا للعجب العجاب أن يأتي هذا اليوم الذي نسمع فيه وزيرا للعدل في لبنان ينضح كلامه بالصلف والتكبر والغرور، وأن تصل به الأمور إلى درجة أن ينصب نفسه ديانا، وبالتالي أن يحدد من هو المؤهل وطنيا ودستوريا ومن هو غير المؤهل. وأكمل السنيورة: النظام الديمقراطي والدستور اللبناني يسمحان للبنانيين والسياسيين بتوجيه الانتقاد، ولا سيما أن عددا من السياسيين المنتمين إلى تياره السياسي التيار الوطني الحر قد جاهروا بالقول بتعديل الدستور اللبناني عبر الممارسة، وهذا الأمر الذي يجري القيام به في هذه الآونة نهارا جهارا. إن الوزير سليم جريساتي يفترض به وبحكم موقعه كوزير للعدل في حكومة تصريف الأعمال أن يكون المدافع الأول عن الحقوق والحريات العامة، وأن لا يقول ما قاله في رده، كما أنه يفترض به أيضا أن لا يتصرف بهذه العنجهية التي تدمر سمعة الدولة ومؤسساتها وتحطم سيادتها وهيبتها. إن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة يعتبر أن كلام الوزير سليم جريساتي يشكل إدانة لقائله. بتكليف من الرئيس سعد الحريري تفقد وفد من الهيئة العليا للإغاثة مجد العنجر والبلدات المجاورة، وقام بمسح الأضرار التي نجمت على الأمطار والسيول. استفاق أهالي البقاع الغربي وبلدات مجد العنجر على الأضرار التي أصابت المنازل والمزروعات بعد أن تساقطت الأمطار وحبات البرد بغزارة ليلة السبت الأحد. وقد استنفرت البلديات في هذه المناطق وكذلك فرق الدفاع المدني التي عملت على سحب المياه من المنازل ومساعدة الأهالي. وناشد المزارعون الرؤساء الثلاثة وهيئة الإغاثة العمل بسرعة من أجل إنقاذ ما تبقى من محصولهم الزراعي. وكانت الأمطار التي تساقطت بغزارة تحولت إلى سيول اجتاحت المنازل في مجد العنجر جراء فيضان النهر الذي يمر في وسط البلدة، واجتاحت المياه العديد من منازل النبيشيت. وكان لبنان قد شهد في الساعات الماضية تساقطا غزيرا للأمطار، وهو موعود بموجة أمطار جديدة الخميس. تقرير ماريا الفحل. حصاد مياه الأمطار غاب كالعادة عن السياسة المائية في لبنان، ولم تتم الاستفادة من الكميات الكبيرة من المتساقطات التي شهدتها معظم المناطق والتي فاقت معدلات السنوات الماضية. ونتيجة لذلك تسببت هذه الأمطار الغزيرة بأضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات وفق مصلحة الأرصاد الجوية. ما أنه نحن على البحر، فوقت الهواء يكون جنوبي غربي بيجيب معه هرطوبة، بصير هالهواء أو هالطبقات الجو معبئة، يعني معباية طاقة مع نسبة رطوبة. هطول الأمطار عم بيكون بغزارة أكثر وحدية ومناطقية. أما سبب الطقس الخريفي الماطر المبكر هذا العام فهو الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المستجدة. الأسبوع المقبل سيكون لبنان أيضا على موعد مع عاصفة تستمر 3 أيام. بما أنه هلأ في عندنا منخفض بإيطاليا، منتوقع أنه يوصل على لبنان عاصفة قوية عن عبارة عن 3 أيام فيها رياح وأمطار غزيرة، وبنفس الوقت حتى ثلوج على المرتفعات إلا ما تعلو 1700 متر.
ويبقى الأمل في أن يتحرك المعنيون لاتخاذ إجراءات استباقية تحتوي على كميات المتساقطات وتحد من أضرارها. الخير الوفير من الأمطار هذه السنة لم يكن إيجابيا، فغياب أحواض التخزين وإقامة السدود أدى إلى نتائج كارثية خصوصا في المناطق الجبلية. ماريا الفحل، تلفزيون المستقبل. في النشرة بعد الفاصل، موسكو تقول إن انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية يمثل تحركا خطيرا. قتلى من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف على الحديدة. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الانسحاب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تربط بلاده بروسيا منذ الحرب الباردة، أثار استياء موسكو التي لم تتأخر في الرد قائلة إن ترامب يحلم بعالم أحادي القطب، ولكن ذلك لا يتحقق في وقت كشفت أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف سيلتقي مستشار الأمن القومي جون بولتون لبحث القضية. وكان ترامب أعلن أن واشنطن ستنسحب من المعاهدة التي أبرمتها مع موسكو في العام 1987 متهما روسيا بأنها تنتهكها منذ سنوات. اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي تأجيل هدم الخان الأحمر في القدس محاولة للالتفاف على الانتقادات الدولية والاحتجاجات الشعبية المناهضة للقرار. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تأجيل هدم قرية خان الأحمر، وأفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير يجري بحث خطة بديلة لنقل السكان بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث تهدف إلى استنفاد سبل التفاوض ونقل الأهالي إلى منطقة تبعد نحو 12 كيلومترا بجوار مكب للنفايات. من جهة أخرى، أمر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان بإعادة فتح المعبرين مع قطاع غزة بعد 4 أيام على إغلاقهما إثر إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إحدى المستوطنات في مدينة بئر السبع. وأوضح ليبرمان أن قرار إعادة فتح معبر إرز للأشخاص ومعبر كرم أبو سالم للبضائع جاء بعد تراجع أعمال العنف في غزة خلال نهاية الأسبوع وجهود حركة حماس لاحتواء المتظاهرين. أنهى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أحد بنود اتفاقية سلام وادي عربة، حيث صرح عبر صفحته على تويتر بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال الإسرائيلي. وقال العاهل الأردني أن الباقورة والغمر على رأس الأولويات، وأن القرار اتخذ انطلاقا من الحرص على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين. هذا وتنتهي المدة القانونية بحسب اتفاقية وادي عربة خلال الأيام المقبلة. قتل أكثر من 40 حوثيا في غارات للتحالف العربي ومعارك في الحديدة، وقوات الشرعية تواصل تقدمها في محافظة البيضاء عبر تحرير عدد من المرتفعات الاستراتيجية. غارات مكثفة شنها طيران التحالف العربي في محافظة الحديدة أسفرت عن مقتل نحو 15 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال اجتماع لقيادات الميليشيات. الغارات انسحبت أيضا على مواقع وحشود الانقلابيين العسكرية في منطقة الدريمي، حيث أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما مباغتا من قبل الميليشيات التي خسرت أكثر من 30 عنصرا في شرق المدينة. أما في جنوب الحديدة ففرضت قوات الشرعية سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات بين مديريتي الاتحاتة وزبيد، في وقت أحكمت سيطرتها على مديرية الملاجم الاستراتيجية في محافظة البيضاء بعدما شلت قدرة الانقلابيين على العودة إلى مواقعها في جبل البياض الذي يعد من المرتفعات الاستراتيجية. وبحسب مصادر عسكرية فإن هذه المرتفعات تشكل تحديا كبيرا أمام تقدم القوات الحكومية التي تحكم سيطرتها على نحو 80% من تلك الجبال، لكن بتحرير الجزء المتبقي يصبح الطريق إلى تحرير البيضاء سالكا بحكم السيطرة النارية التي سيتمتع بها الجيش الوطني. وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني على استقالة وزيري الصناعة محمد شريعة مداري والنقل عباس أخواندي. وكشفت الرئاسة الإيرانية أن روحاني عين مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفا لشريعة مداري والمحافظ محمد إسلامي خلفا لأخواندي على رأس وزارة النقل. وتأتي هذه الاستقالة قبل أكثر من شهر من استعداد البرلمان لاستجوابهما والتصويت على طرح الثقة بهما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن أجهزة الأمن الإيرانية تقوم بحملة اعتقالات مستمرة في مناطق مختلفة من إقليم الأحواز العربي، وطالت 600 مواطن عربي بينهم نساء وناشطون سياسيون ومدنيون. ونقلت المنظمة عن مصادرها المحلية أن هذه الاعتقالات العشوائية تأتي على خلفية الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في الأحواز في أيلول الماضي. وقالت المنظمة في بيان إن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، حيث تزداد الشكوك حول تورط أجهزة النظام خاصة جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتواطؤ في هذا الهجوم لأسباب سياسية تتعلق بأزمات النظام الداخلية والخارجية بحسب ما جاء في نص البيان. إلى ذلك، نظم أنصار المقاومة الإيرانية تظاهرة أمام مكتب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة احتجاجا على انتهاكات النظام الإيراني. وجاءت التظاهرة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لتسليط الضوء على تصعيد عمليات الإعدام والاعتقالات الجماعية التعسفية في إيران وسط احتجاجات متصاعدة على مستوى البلاد ضد النظام. كما دعا المتظاهرون الحكومة البريطانية إلى زيادة الضغط على النظام الملالي من أجل الوقف الفوري لعمليات الإعدام. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود برزاني يتبوأ المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التابعة لإقليم كردستان بحصوله على 45 مقعدا. بعد 3 أسابيع من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التابعة لإقليم كردستان العراق بسبب تلقي أكثر من 1000 شكوى تتعلق بمخالفات، أعلنت مفوضية الانتخابات الكردية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني تمكن من الفوز بالحصة الأكبر بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111، ما سيخوله من ترأس حكومة الإقليم المقبلة. أما الحزب المنافس الاتحاد الوطني الكردستاني التابع للزعيم الراحل جلال طالباني فحل ثانيا ب21 مقعدا، فيما حلت حركة التغيير المعارضة ثالثا ب12 مقعدا. أما حراك الجيل الجديد فحصل على 8 مقاعد مقابل 7 للجماعة الإسلامية و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد 1 لكل من تحالف العصر سردم وقائمة آزادي. وأمام الضعف الذي يعتري جسد أحزاب المعارضة، من الطبيعي أن يواصل حزب البرزاني وطالباني اقتسام السلطة الذي بدأ قبل نحو 30 عاما بعد وقف الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات. وبالرغم من النفوذ القوي للبرزاني، إلا أن حزب طالباني تمكن من فرض مرشحه برهم صالح الذي أصبح رئيسا لجمهورية العراق. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حردين تتضامن مع ابنها المخطوف سمير كساب. وفنان بريطاني ينفض الغبار عن فندق صوفر الكبير. كشف مصدر أمني للمستقبل النقاب عن مخطط إرهابي كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية انطلاقا من مخيم عين الحلو. كشفت تسجيلات صوتية مسربة للموقوف لدى جهاز الأمن العام المدعو حسن الريان الذي يشغل مهام الحراسات في موقع نفق الجبهة الشعبية القيادة العامة عن إعاز تلقاه من أحد المسؤولين الأمنيين في الجبهة لتنفيذ عمليات خطف وتفجير في أكثر من منطقة في لبنان. وقالت معلومات للمستقبل أن الريان الذي أوقف في منطقة جبل الحليب في مخيم عين الحلوي بعد توافر معلومات عن بيعه أسلحة عائدة القيادة العامة لتيارات أصولية داخل المخيم. وقد اعترف أثناء التحقيق معه بأن مسؤول الأمن المركزي في القيادة العامة راتب النمر الشهير باسم أبو راتب استدعاه قبل بضعة أشهر إلى مكتبه في بيروت وطلب منه خطف الفلسطيني حسن نوفل المعروف بحسن الحكيم أحد مسؤولي القيادة العامة السابقين وأحد أبرز محترفي تزوير الوثائق. راتب عدتني إياك بالمكتب بيروت من 4 أشهر، شو قلت لي؟ قلت لي أبو أحمد حسن حكيم طلع عن طوعنا ولازم نشده ولازم نعتقله ولازم نسلمه الأمن العام، لأنه هذا زلمي عمل بسبور للأسير ومن الأسير وقوتني بحيطان وكذا، ولازم نشده لأنه هلأ التيني عم تطلع وبيحوش تيني. وبتذكرك بالمواعيد، يعني أنا سيارتك قلت لك إيه ماشي، ما زالوا زلمي طلع عم تهجب أو كذا وفي بشكلات، يعني مهبوط أنا مشيت معك. والله يا أبو راتب إذا بفتح لك قصة إم علي بفتح لك الاختيالات كلها،
وبفتح لك الملفات كلها لبكيك طول عمرك دم. وانا معي دلائل وعندي دلائل وفي صور وفي مقاطع فيديو، اذا بفتحها على الاعلان بتخرب الدنيا كلها. يعني هذا شيء من الممري اللي انا موجود معي ومحافظه. وخلال التحقيق معه كشف الريان ان النمر طلب منه ايضا وضع بوات ناسفة في بعض الاماكن منها مخيم عين الحلوة وتنفيذ عمليات امنية في اكثر من منطقة لزعزعة الوضع الامني في لبنان. ابراتي مدف على واحد مصاري وقال له طخ عليها طريق المطار فوق السيارة، بس انت بان قاعد بالسيارة على اساس انه عملية اغتيال لإله. ما اجى هون على عين الحلوة دفع لناس مصاري وقال لي نحطوا عبوة صغيرة مشان ما اطلع كذاب قدام الاعلان. الناس كلها موجودة، التسجيلات الصوتية تبعتها موجودة عندي. اول شغلة عملها ابراتي قصة الصاروخ اللي كان يرميه على المطار من النعمة، ورطوا شخص اسمه محمد الشبل وحبسوا الصبي ظلم بظلم. وتبين أن أحد المسؤولي القيادة العامة سرب إلى الأجهزة الأمنية تسجيلات صوتية للريان تم تسجيلها له من قبل حسن الحكيم، وبناء عليه تم استدراج الأخير من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وتوقيفه داخل مخيم عين الحلوة في عملية أمنية خاطفة سبقها بساعات استدعاء وتوقيف أحد الكوادر المسؤولين عن حراسة مفقر القيادة العامة في مخيم عين الحلوة طراد حمد. وقفة تضامنية مع المصور الصحفي سمير كساب في بلدة حردين في الذكرى السنوية الخامسة لاختفائه في سوريا. خمس سنوات مرت على اختفاء المصور الصحفي سمير كساب في سوريا، هو الذي رقد خلف مهنته لالتقاط صورة ومواكبة الأحداث، أصبح هو الحدث عندما فقد الاتصال به في 15 تشرين الأول عام 2013. سمير كساب الذي يعمل في سكاي نيوز عربية يرجح أن يكون قد اختطف وفريق العمل معه على أيدي تنظيم داعش في الشمال الشرقي لسوريا. وفي ذكرى اختفائه أقامت بلدية حردين بيت كساب لقاء تضامنيا مع قضية سمير برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مرحم رياشي، الذي أكد ممثله أنه من واجب الدولة حماية الصحفيين. لقد قامت الدولة بمبادرة واحدة بشخص اللواء عباس إبراهيم لتقصي الحقائق ولمعرفة مسير سمير كساب، ولكنها لم تستطع الوصول إلى أي نتيجة وبقي مصيره مجهولا. عائلة كساب ناشدت الرؤساء التحرك الجدي لكشف مصيره. إن الوطن القوي يكون بوجود أبنائه أحرارا على أرضه، وسمير واحد منهم، لذلك سنبقى نطالب بالحرية لسمير حتى يعود. نقيب المصورين في لبنان عزيز طاهر أكد أن النقابة لم تترك منبرا إلا وطرحت قضية كساب فيه. لقد أرسلنا رسائل إلى كل المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في العالم وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الهيئات الإعلامية العربية والدولية، وسنبقى نرفع الصوت عاليا حتى يتحرر سمير ليعود إلى أهله ومحبيه. كما كانت كلمة لرئيسة بلدية حردين رمزة عساف طلبت فيها الدولة بالتحرك الفعلي لكشف مصير المصور سمير كساب. أكدت النائب بهية الحريري أن لبنان صمد بفضل شبابه الذين اختاروا طريق العلم والنجاح في مواجهة ثقافة الفشل. كلام الحريري جاء خلال حفل تكريمي لمديرة مدرسة صيدا المتوسطة المختلطة الرسمية باسمة عبد الملك. برعاية رئيسة لجنة التربية الثقافية النيابية النائب بهية الحريري، كرمت أسرة مدرسة صيدا المتوسطة المختلطة الرسمية ومجلس الأهل في المدرسة المديرة السيدة باسمة إبراهيم عبد الملك تقديرا لعطائها المتميز لمناسبة انتهاء خدماتها الوظيفية، وذلك في احتفال أقيم في بلدية صيدا وحضره حشد كبير من الفاعليات والهيئات التربوية والأهلية وأسرة المدرسة. الحريري أكدت أن لبنان صمد بفضل شبابه الذين اختاروا طريق العلم والنجاح في مواجهة ثقافة الفشل. نمتلك اليوم وفي كل يوم بحاجة إلى رائدات وهواة مؤمنات ومؤمنين بثقافة النجاح والإنجاز، لكي نرفع من أمام مستقبل الأجيال كل ما تبقى من ثقافة الفشل والانقسام. يبقى لبنان وطن العلم والمعرفة
وطن المحبة والإخاء. وتخلل الحفل كلمات نوهت بإنجازات السيدة باسمة عبد الملك التربوية، كما قدمت الحريري إلى المحتفى بها ميدالية الشبكة المدرسية لصيدا والجوار. بعد أن أصبح مهجورا منذ الحرب الأهلية، الفنان تام يونغ يعيد فتح أبواب فندق صوفر الكبير من خلال رسومات تجسد تاريخه. تقرير أيسر نور الدين. ذكرياتنا كانت كتير حلوة هون بصوفر، وخاصة بهذا الأوتيل لأن نحن خلقنا وربينا فيه، أنا ورفاقي وإخواتي، الجنينات، الشجر، اللعب على البسكليت. بهذه الكلمات يستذكر كارلوس الهبر طفولته داخل فندق صوفر الكبير، الفندق الذي صار مهجورا مع بداية الحرب الأهلية. فتحت أبوابه بهيئة أخرى بعدما أزاح الفنان البريطاني توم يونغ الغبار عن جدرانه وأعاد إحياء تاريخه من خلال رسوماته الفنية. في مشكلة كبيرة بلبنان، التاريخ راح أبراج أبراج أبراج، لامين لامين أبراج، حرام التاريخ، حرام الحضارة اللبنانية، إن الثقافة كتير مميز بلبنان، كتير مهم نحترم تاريخنا. هكذا بدأ توم العمل منذ شهر شباط الماضي تحضيرا لافتتاح المعرض، وهنا كان يقوم برسم لوحاته التي بلغ عددها 65 لوحة تقريبا، ليجسد بأفضل طريقة الذكريات التي كان الفندق مسرحا لها. في أروقة هذا الفندق أمضت الفنانة الراحلة صباح شهر العسل، كما كان ملجأ للعديد من السياسيين والفنانين العرب والأجانب، فهل يعاد افتتاحه؟ لازم نعمل مثل أوتيل، بجوز مش توي أوتيل بس بجوز كلية جامعة، بجوز مستشفى، بجوز مكتبة لايبغي يعني، أو بجوز هب من تكنولوجيا والسينمائي أو شيء. وشهد فندق صوفر الاجتماع العربي الذي انبثقت منه اللجنة العربية العسكرية المشتركة والتي شكلت النواة لقيام جامعة الدول العربية. يعد فندق صوفر الكبير الكازينو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وكان الدخول إليه ممنوعا إلا بالثياب الرسمية. أيسر نور الدين، تلفزيون المستقبل. فن يجمع بين الثقافات ويجسد قضايا، إضافة إلى آلاف الأعمال الفنية ينافس فيها حسين قهوجي لتحطيم أرقام قياسية. التقرير لغسان فرع. هي واحدة من أهم أعماله وأكبرها، رسمها وأسماها نفحة المسيح، مجسدا فيها معجزة أحياء الموتى، وأخرى تجسد واقعة مؤثرة في التاريخ الإسلامي، عاشوراء. ريشة ابن مدينة صور حسين قهوجي تجسد ثقافات متعددة وتمارس الطقوس الموحدة تحت قبة محترفه. أكثر من 5000 عمل فني أنجزها حسين على مدى 4 سنوات، هو اليوم ينافس عالميا لتحطيم أرقام قياسية في الرسم من حيث الكمية والنوعية وسرعة الإنتاج. يعني هو عمل اليوم الكرتونيست، لازم كل يوم يشتغل كرتونيست، أضف إلى أنه الموضوعات اللي بتناولها موضوعات إنسانية، حركات الجسد، أحيانا العمل بياخد نص دقيقة 30 ثانية أحيانا أقل. العولمة والعالم الافتراضي والهيمنة الإلكترونية وجرائمها، استطاع حسين بفنه تشخيص كل ذلك في لوحاته، بالإضافة إلى قضايا شعوب الوطن العربي. بخضم الحرب السورية عم نعيش مأساة الشعب السوري، عم نعيش مأساة الضحايا اللي عم يقعوا. الفن اليوم لازم ينعطى حقه، لازم يخرج عن الأطر المادية، لازم يخرج عن أطر تبييض الأموال والمحسوبيات أو عن التسويق التجاري والمادي. الفن لازم يكون رسالة لكل الناس. هو فن جمعت فيه قضايا المجتمع بمختلف الأفكار، سعى حسين من خلاله إلى ترسيخ ثقافة المحبة والتنوع والتميز.
كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن التدخين يلحق ضررا بخصوبة الذكور ويؤثر على القدرة المعرفية لجيلين كاملين. حين يدمن الرجل تدخين السجائر فإنه لا يلحق ضررا بصحته فحسب، بل يؤذي جيلين كاملين من أبنائه وأحفاده الذين لم يولدوا بعد. هذا ما كشفته دراسة طبية حديثة أجريت في الولايات المتحدة حول خصوبة الذكور. الباحثون وجدوا أن التدخين يؤثر بصورة لافتة على السائل المنوي لدى الرجل، وبسبب هذا الضرر يعاني الأبناء والأحفاد مشكلات في الوظائف المعرفية للدماغ إلى جانب اضطرابات سلوكية. ويشكل هذا البحث خلاصة صادمة، فالاعتقاد الذي كان سائدا يصور تدخين الأم بمثابة المؤثر الوحيد على صحة الجنين، لكن ذلك لم يكن دقيقا، إذ يقول الباحث برادت بهايد وهو المشرف على الدراسة إن الأوان قد آن لتصحيح هذه الأفكار، لأن الأم والأب يتحملان مسؤولية التدخين على صحة الجنين. التجربة اعتمدت على عينة من 12 فأرا حقنوا بمادة النيكوتين قبيل عملية التناسل، وتبين أن صغارها عانت من اضطرابات في الحركة بخلاف الفئران التي تولد من ذكور لم يتلقوا أي جرعة. ويؤكد الباحثون أن ما توصلوا إليه ما زال في حاجة إلى دراسة أخرى حتى تتضح معالم جديدة من هذه المشكلة الصحية المعقدة. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير، نبدا اخبارنا مع كره السله ونصف نهائي دوره حسام الدين الحريري لكره السله يلي رح يجمع بعد شوي مباراه من العيار الثقيل بين نادي الرياضي اللبناني وايضا مواطن الهومنتمن. من المناره مباشره مع الزميل صبحي قبلاوي. صبحي مساء الخير، يعني اليوم المباراه هي يعني اعاده اذا فينا نقول لمباراه كاس السوبر بين الرياضي والهومنتمن، ووقتها الرياضي فاز على الهومنتمن وحقق اللقب. كيف الاجواء عندك بالمناره؟ كيف تحضيرات الفريقين وأجواء الملعب بشكل عام صبحي؟ مساء الخير لك هبة، ومساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل. أجواء رائعة بقاعة الرئيس صائب إسلام بالمنارة. الملعب صار فول هاوس من حوالي الساعة 6:30 قبل ساعتين من انطلاق المباراة ما بين بطل لبنان نادي هومنتمن ووصيفه الرياضي بالمباراة النصف النهائية لبطولة حسام الدين الحريري الدولية لكرة السلة. بكفي أقول لك هبة اليوم رح تكون ليلة مثيرة جدا عبر شاشة تلفزيون المستقبل بعد حوالي ثلث ساعة من هلا. أكيد بدنا نعتذر من كل الناس اللي هن واقفين برا ما قدرانين يفوتوا. أشد الاعتذار من اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومن النادي الرياضي إنه ما حدا قادر يفوت بقى على أرض الملعب. عنوان كتير كبير لهذه المباراة رح يكون هو إنه النادي الرياضي بده يربح على أرضه بين جمهوره بعد حوالي أسبوع من فوزه بكأس السوبر. هومنتمن بغياب والتر هاتش نجمه الأمريكي اللي موصل على لبنان بعد رح يكون أمام فرصة لإثبات نفسه، لأنه عم يلعب ضد فريق النادي الرياضي اللي عم يبين عن مستوى كتير عالي. بس استلهبه ما في شيء بنعرف في الباسكتبول غير لاخر ثانيه بالمباراه، ولهيك انا وياك رح ننطر انطلاقه الجيم حوالي الساعه 8:30 مباشره عبر شاشه تلفزيون المستقبل، يلي اكيد انه هيدا عرس باسكتبول عربي جديد عبر شاشتنا الزرقاء اللي هي مواكبه للاحداث العربيه بكره السله من عام 2003. زميل صبحي قبلاوي كان معنا مباشرة من نادي الرياضي بالمنارة، شكرا لك. ننتقل لكرة القدم وإلى إسبانيا، حيث حقق فريق برشلونة فوز كبير امبارح على ضيفه إشبيليا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الليغا، يلي شهدت إصابة النجم ليونيل ميسي. وقد حمل هاللقاء إذا خبر سيء لعشاق البارسا بعد وقوع ميسي على الأرض والتعرض للإصابة بإيده اليمين دقيقة 18 ليترك المباراة على الفور، ويتبين بعد أنه ميسي رح يغيب عن الفريق الكتالوني لنحو 3 أسابيع، أي أنه من المتوقع أنه يغيب عن الفريق 6 مباريات، وبالطبع رح يكون غائب عن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل. بالمقابل تعرض نادي ريال مدريد إلى خسارة جديدة، هالمرة كانت على يد ليفانتي بنتيجة 2-1.
لوبتيجي المدير الفني للنادي الملكي أكد أنه فريقه كان بيستحق الفوز، لكنه اعترف أنه بكرة القدم من يسجل أكثر يفوز، وأضاف: علينا تغيير ديناميكية الفريق، بذل اللاعبون مجهود كبير لكننا لم نفك شفرة مرمى المنافس، والآن علينا العمل والتركيز على اللقاءات القادمة لاستكمال السيطرة في المباريات وكسب الثقة لتسجيل الأهداف. وعند السؤال عن إقالته المحتملة أضاف المدرب: هذا آخر شيء أفكر فيه، أعتقد أنه من الضروري رفع معنويات اللاعبين لأن لدينا مباراة مهمة يوم الثلاثاء المقبل. لقد عاقبتنا كرة القدم لكن الموسم ما زال طويلا، وسنقوم بمنح السعادة لجماهير الريال التي تستحق ذلك. إلى إيطاليا، حيث تحدث مدرب نادي جوفنتوس ماسيميليانو أليغري بعد التعادل أمام جنوا كمان امبارح بنتيجة 1-1. قال أليغري لشبكة سكاي سبورتس: الأمر بسيط للغاية، فقدنا التركيز، فبدل أن نسجل الهدف الثاني ونرتاح استقبلنا هدف التعادل ولم نستطع التعويض. بإنجلترا كان عم يتعادل مانشستر يونايتد وتشيلسي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد قال بعد هالمباراة: كنا الفريق الأفضل على أرض الملعب. البعض قال قبل اللقاء إن الحصول على نقطة في ملعب ستانفورد بريدج نتيجة جيدة والفوز صعب جدا، ولكن بعد المباراة وبالطريقة التي لعبنا بها كانت نتيجة سيئة لنا وجيدة لهم. وبالنتيجة أو مع هالنتيجة ارتفع تشيلسي إلى 21 نقطة بالمركز الثالث، في مسار رصيد مانشستر يونايتد 14 نقطة بالمركز التاسع. رح نبقى بإنجلترا، حيث اعتبر المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أنه فريقه أدى مباراة رائعة أمام بيرنلي بعد تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-0. وقال غوارديولا بحديث للصحافة: سددنا 24 تسديدة وعشرة منها كانت على المرمى، نحن أفضل فريق في أوروبا من ناحية التسديدات. في الشوط الثاني قدمنا أداء رائع وجميع اللاعبين قدموا أداء رائع، خاصة جون ستونز وفرناندينيو. إلى الليغ أن، حيث تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أميا بسهولة وبنتيجة 5-0 بظل غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. ومع هالفوز بيكون عم بيواصل البي اس جي التحليق بالصدارة برصيد 30 نقطة ليحقق إذن العلامة الكاملة. بألمانيا استعاد نادي بايرن ميونخ نغمة الانتصارات إذن بالدوري الألماني طبعا للفوتبول بعد ما تغلب على مضيفه فولسبرغ بنتيجة 3-1 بإطار الجولة الثامنة من البطولة، وارتفع رصيد البايرن إلى 16 نقطة ليقفز إلى وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد فولسبرغ عن 9 نقاط بالمركز 11، وهيك بيكون نجح الفريق البافاري بتحقيق الفوز اللي غاب عنه بآخر 3 مباريات بالدوري الألماني بعد ما تعادل مع أوكسبرغ وبعد ما خسر أمام هيرتا برلين وبروسيا مونشنغلادباخ. بدور اكتسح بروسيا دورتموند مضيفه شتوتغارت بنتيجة 4-0، إذن بهالفوز رفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 20 نقطة بالصدارة دايما، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 5 نقاط بالمركز ما قبل الأخير. وبعالم السرعة وبعد تقريبا نص ساعة يعني رح تنطلق سباق جائزة أمريكا الكبرى، حيث قطع لويس هاملتون خطوة كبيرة صوب لقبه الخامس ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد ما وضع سيارته مرسيدس بمركز أول المنطلقين إذن بهالجائزة. ويتطلع هاملتون إلى حسم لقب هالعام بالولايات المتحدة، حيث بيحتاج إلى كسب 8 نقاط أكثر من منافسه فيتال يلي رح ينطلق من المركز الخامس، ورح ينطلق الفنلندي كيمي رايكنن من المركز الثاني، فيما سينطلق الفنلندي الآخر فالتيري بوتاس من المركز الثالث ودانيال ريكاردو من المركز الرابع. بدي أذكر أنه هاملتون بيبتعد بفارق 67 نقطة عن فيتال بصدارة الترتيب العام، مع تبقي 4 سباقات فقط على نهاية هالموسم من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1. ختام نشرتنا الرياضية إذن رياضي هومنتمن بعد دقائق على شاشة تلفزيون مستقبل، عودة لعند لينا ومهر. شكرا لك هبة، نشرتك أطول من نشرتنا طبعا. نتابع صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر.
بونسوار. طقس خريفي متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جوله على الدول العربيه. بنبلش جولتنا مع القاهره 31، 23 بتونس 27 درجه بالرباط، 32 ببغداد، 29 بدمشق، 28 درجه بالقدس، والختام عم بيكون مع الكويت 31، الدوحه والرياض 34 درجه. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره جو العام عم بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لبكره على الساحل ل 29 درجه، اما ادناها ل 21 درجه. بالنسبه للرطوبه عم توصل اقصاها لل 75%، اما سرعه الرياح عم بتسجل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم تتراوح بين 14 و 21 درجه، اما بالداخل عم توصل اقصاها ل 29 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 27، 28 بطرابلس، 17 بالقرس، 28 درجه بالكوره، 27 بالهرمل، 26 بالقاع، 24 ببعلبك، 25 درجه برياء. بنكمل على جبال 28، 18 بميروبا، 29 درجه بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 29 درجه وطقسها عم بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره تتوصل اقصاها بزحلل 30، شتوره 29، عنجر 28، مشغره 29 درجه، جيزين 28، رجيه 25، مرجعيون 29، منت جبال 28 درجه، والختام مع بيت الدين 27، اما المناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا و 30 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره خاصه بالمناطق الساحليه، اما لبكره الحراره عم توصل اقصاها ل 29 درجه، اما ادناها ل 24 درجه. بالنسبه لنهار الثلاثاء والاربعاء عم بيكون في عنا انخفاض بسيط بدرجات الحراره تتوصل اقصاها نهار الثلاثاء ل 28 درجه، اما بالنسبه لنهار الاربعاء بتتراوح بين 23 و 27 درجه مع احتمال لتساقط امطار. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، اما بمنطقه القرز الحراره عم توصل اقصاها ل 17 درجه. هذا كان كل شيء لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكم المفضل، لقونا على طول على المستقبل. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. مسؤول سعودي يقدم رواية مقتل خاشقجي بالقنصلية، والجبير يقول ما حصل خطأ جسيم لم يكن ولي العهد على علم به، وتركيا تعلن التفاصيل الثلاثاء. مساعا مستمرة لتسهيل عقدة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. أضرار كبيرة نتيجة السيول في قرى البقاع وموجة أمطار جديدة يوم الخميس. في الختام نشكر المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.